الغاية. هذه لدينا كرة يزن عماد في الجهة اليمنى، الأردني يمر ولا زالت الخطورة موجودة. خطرة للأهلي، مرت والكرة وصلت إلى نعام. الله الله الله، بداها العميد وسجل العميد هنا، يضربون من البداية عن طريق نعيم السليتي. وهذه القمة وهذه المواجهة بطريقة ممتازة. هذا يزن، عرضية يزن إلى نعيم، استلام نعيم، تسديدة نعيم باليمنى، وضعها في الزاوية اليمنى على حارس المرمى يوسف حسن، معلنا عن أول أهداف اللقاء بهكذا طريقة وهكذا أسلوب. يسجل أول الأهداف، وثالث على فكرة، ثالث أهداف نعيم السليتي في بطولة الدوري، ويقول أنا هنا أنا موجود، ويكشر عن أنياب هذا التونسي ويقول بهذا. فرجان الزاسي في عملية إبعاد للكرة، وصلت عن طريق ياسين، يتقدم ياسين، راح ياسين، جنحية جنحية. الله الله الله، يعودون لأنهم الفهود، يعرفون كيف يفعلون ذلك عن طريق الجنحي بعد تمريرة مثالية من ياسين إبراهيمي. هنا لدي المدرجات، هكذا كان الموقف، كان سليما. أحمد الجنحي ركنها بل حطها كما فعل نعيم، يفعل أحمد ويسجل التعادل. اشتعل اللقاء، يا لها من كرة ويا لها من تسديدة جميلة جدا من أحمد الجانحي. لا جاهز هامبولي، لكن مرة إلى ياسين. ياسين خطر، هو ياسين، يعني هدف ياسين. الله 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 الله، جول ثاني للفهود، يسجلون ثاني الأهداف عن طريق فهد أسمر، آخر يأتي ليصدر نفسه ويتصدر هدافي بطولة الدوري. ياسين أخذها ياسين بعد تمريرة، يا سلام على بولاية فريد، وتمريرة فريدة، لكن هذا اللي نقش الزاوية اليسرى وسجل ثاني أهداف الغرافة بهكذا أسلوب وطريقة. يسجل ياسين ثاني أهداف الغرافة ورابع أهدافه على مستوى بطولة الدوري. هكذا هي الصورة، هكذا هي المراوغة، وضعها بيمنى في الزاوية اليسرى. مروان حاول، لكن مروان الكرة مرت يا مروان، وسجل لدينا الغرافة بثاني الأهداف. وهكذا عرضية بولاية، خطيرة. الله 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 الله، الغرافة كلكيتنا عن ثاني مرة بنفس الأسلوب، صناعة فريد بولاية إلى ياسين إبراهيمي، وياسين مليان أهداف، ياسين مشحون أهداف، ياسين ينثر الأهداف في كل مباراة، في كل مباراة. نعم، يسجل المرة الثالثة تواليا هنا في بطولة دورينا، في كل جولة يضع بصمة، يهز الشباك، وهذه واحدة في الشباك من أمام مروان، السلم وهب في مرمى مروان شريف، معلن الثالث أهداف الغرافة. الغرافة في الشوط الثاني يكشر عن أنيابه ويسجل ثالث الأهداف، صارت 3-1 يا ياسين، يا ياسين، 5 أهداف في 3 جولات. فريد مروان، مروان فريد، والغرافة لرابع الأهداف، يسجلون رباعياتهم، عادت كرتهم، عادت نتائجها الكبيرة هنا، قد أصبحت حاضرة وموجودة. 4-1 الغرافة بإقناع وإمتاع ومتعة. نعم، الغرافة بأربعة يضرب النادي الأهلي، يضرب النادي الأهلي، وهي المرة الثانية تواليا في 3 جولات النادي الأهلي يستقبل 4 أهداف. تخيل 10 في 3 مباريات في مرمى النادي الأهلي، و10 أهداف سجلها الغرافة من خلال 3.
ولكن الكرة تحولت إلى ركنية. الكرة تنفى برونو تاباتيرس، الكرة الله خافي مارتينيز، خافي مارتينيز صاحب المسيرة الطويلة والإنجازات الكبيرة مع الماتادور ومع كبار القوم في أوروبا، يضع الملك القطراوي في المقدمة بهذا الهدف بهذه الراس. خافي مارتينيز يسجل الآن لصالح نادي قطر. شوف الكرة، شوف برونو تاباتا وكأنه يقول إن لم أسجل فأنني قادر على الصناعة. الكرة جميلة والرأسية أجمل. خافي مارتينيز يعاني أم صلال، يتأخر في النتيجة ويتعرض لضغط كبير. برونو تاباتا الكرة الثانية، الله يا خافي مارتينيز، يبدو بأنه قد عاد شبابا هنا في استاد البيت، استعاد شبابه في استاد البيت. خافي مارتينيز الذي يسجل الهدف الثاني، هدف لمارتينيز. حتى يوسف سفري يبدو سعيدا لك يا خافي مارتينيز، يبدو سعيدا للإسباني في هذه المباراة. هذه الإعادة وهذه الكرة، الهدف الذي سجل بهذه السهولة وبهذه الطريقة، بهذه الطريقة، وبأن أم صلال لا يخسر بهذه السهولة. شوف المرور الجميل والتمرير الأجمل بعد ذلك لفيكتور، فيكتور لكحل ينجح في أن يسجل هدف تقليص البارق. اللاعب الجزائري القادم من نادي لاهوفر الفرنسي يسجل في هذه اللحظات، يدرك ويعلم مدى أهمية أن يفوز اليوم فريقة. الكرة العرضية، الله السيناريو الأسوأ، السيناريو الأصعب، صقور برزان تؤكد على أنه السيناريو الأصعب وتؤكد على أن الخسارة واردة، لكنها مرفوضة اليوم، مرفوضة اليوم. مشعل الشمري يسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل. وذكرت بأن 2-1 من الصعب أن ينتهي عليه هذا اللقاء. الله على النهاية، الله على كينجي وعلى الكرة التي يتعامل معها بهذه الطريقة ويعيد من خلالها صقور برزان التي الأخطاء مستمرة عبر التمرير. محاولة خطيرة، الأول جول، الأول جول، الأول جول. مباراة الانتصار عبر هذا اللقاء، نعم واجهت الانتصار عبر هذا اللقاء. نادم عادر يسجل الهدف الأول، ينجح في التقدم عبر نتيجة المباراة، أول أهدافه في بطولة الدوري عن طريق نوفل بانيس. طلال علي يخطف التمرير ولمسة على طول من نوفل في المرمى، وضعها نوفل في المرمى ما بين الجريح والجريح في الجولتين الماضيتين. مين يجرح الثاني أكثر عبر هذه الجولة الثالثة؟ الخاسر والخاسر، مين يكون هو الفائز عبر هذا اللقاء أو الرابح الأكبر عبر هذا اللقاء؟ معاذر يتقدم عكس التوقعات يا وسام يا رزق عبر هذا اللقاء. معاذر يصنع الوصول ويصنع التقدم عبر نتيجة المباراة. منير في لعبة موجودة عرضية، عرضية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نفس اللاعب كارالين بنزا، نفس اللاعب كارالين بنزا يسجل هدف ثاني. والأخطاء، الأخطاء يستفيد منها نادي معاذر، الأخطاء يستفيد منها نادي معاذر. فؤاد صالح، فؤاد صالح انطلق، فؤاد صالح بعرضية، حارس المرمى محمود جمال، محمود جمال أخطأ على إمساك الكرة في اللقطة الماضية، أخطأ الحراس يستفيد منها مبنزا، كارل مبنزا يسجل الثنائية. يوم الانتصار، يوم تحقيق الثلاثة نقاط، يوم الفوز، يوم الحصول على النتيجة الإيجابية، يوم التقدم، يوم الخروج من السلم الأخير، نعم، إلى السلالم المتوسطة صعودا للمناطق الدافية. 2-2 لنادي معاذر، عمتين التسديده، الثالث، 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا للروعه ويا للجمال. هو الجميل في ملعب احمد بن علي، هو الجميل في ملعب احمد بن علي. ابقى
شوف الكرة تسديدة من بعيد، واحدة من بعيد، ومحمود جمال، محمود جمال يخطم، وكما هي العادة التسجيل عن طريق إمبنزا اللي يسجل الهدف الثالث، ربما أسرع هاتريك في بطولة دورينا، ربما أسرع هاتريك منذ سنة. على هدف تقليص الفارق، على هدف تقليص الفارق. إذا كان هنالك عنوان فالعنوان الأبرز لهذا اللقاء هو لقاء الأخطاء، لقاء الأخطاء، كمية أخطاء موجودة بالجملة، بالجملة. نادي المرخية يقلص الفارق، يقلص الفارق. جواو رافائيل تكسيرا وضع كرة، ومن ثم المدافع حطها في مرمى. مامادو سوكو تراوري يسجل في مرمى فريق نادي معاذر، ويسجل في مرمى رودريغوس. حاضر، ما زالت مستمر. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. السوبر هاتريك من اللاعب السوبر عبر مجريات هذا اللقاء، السوبر هاتريك عبر اللاعب السوبر في هذا اللقاء. رباعية 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 وسط حرف موجودة على بنك احتياط نادي المرخية. شوف اللعبة بالرأس، المهارة، المهارة تلعب دور، المهارة تفوز، المهارة تغلب، المهارة. وش الله 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 الله، عينك عينك على اللقطة. إمبنزا رايق، إمبنزا رايق، يسجل السوبر هاتريك، اللاعب السوبر في يوم سوبر. الله على إمبنزا. عبد الغني قال له روح وتعال بسرعة وشاهد هذه الكرة تعانق الشباك وتتحول لرباعية تكون حاضرة للفرقة البنفسجية وسط ذهول من الجميع. نعم، إمبنزا جعل الجميع يكون في ذهول، ربما لإضافة هدف خامس. سننتظر التقاط القادمة. الخامس 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 في ملعب الأسود، ملعب أحمد بن علي. هنالك أسد من أسود المغرب، نعم، أسد من أسود الأطلس. أيمن الحسوني يسجل الخماسية، يسجل الخماسية. 5-1 في شوط واحد، 5-1 في شوط واحد. يا إلهي على اللعبة، ويا إلهي على الضربة، ويا للروعة على الوضعية. والأخطاء موجودة، يوسف لوضع الكرة في شباكي نادي المرخية. أي قوة تكون هذا اللقاء. 3 نقاط تقترب شيئا فشيئا، لكن المرخية عليه العمل كما استطاع بومبينزا بأن يسجل سوبر هاتريك. يوسف يسجل، يوسف يسجل، كما استطاع بومبينزا بأن يسجل سوبر هاتريك في نصف ساعة، وبأن يسجل. يوسف يضرب بالرأس، يوسف يضع كرة بالرأس بعد أن سجل في مرمى يوسف. يسجل هنا يوسف في مرمى رودريغوس، اللاعب الجامبي في الزاوية البعيدة لرودريغوس، وتصبح النتيجة 5. أبرز نجوم العالم، هدف أول، هدف أول، هدف أول، هدف أول. أولونج، هو أولونج، هو برجله الشمال مرة، برجله اليمين مرة، هو عظيم والعظمة لله في كل مرة. الله 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 الله، إنه أولونج يا سادة، دائما خارق للعادة. مين هنا الخطأ الكبير؟ ده كانت الانطلاقة، لم يكن متسلل، عدى ومر وفات بالراحة، شاط وتقدم بأول أهداف اللقاء. 1-0 لصالح الدحيل. ضرب خط الظهر، حارس المرمى حاول، خاف يعمل ضربة جزاء، يبقى ضربة جزاء وطرد بدري بدري الدنيا تبقى صعبة. بص بص، خلى نفسه حنين شوية على رجل أولونجا، لأنه لو راح وفرم ضربة جزاء وطرد يا باشا. لكن قال له لا، العربي حامد يعملها على طول سريعة. التعادل 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 التعادل، عملوها. نعم،
نعم 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 عملها واحد واحد. حامد اسماعيل عاملها سريعه جدا جدا، مفيش اي اوفسايد على اي حد، خطا كبير جدا جدا جدا، ولكن في النهايه كان التواجد في الوقت المناسب. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عظمه عظمه، معموله حلوه قوي الحقيقه. اللعبه اللي فاتت من عبدو ديالو لاعب السنغالي ولاعب باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند الالماني السابق، وادي الخطا الكبير. طبعا هي اللعبه كانت صعبه عشان برضو ما نظلمش صلاح زكريا قوي، اللعبة كانت صعبة جدا، وادي الفرحة طبعا بهدف. وكذلك العربي، ادي الكرة العالية فوق، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اولونجا اولونجا مالها الا اولونجا. نعم نعم، نفس طريقة او فكرة، هنسجل في مرمى، هل عبدو ديالو بطريق الخطأ، هل اصطدمت او لمست اولونجا؟ في تاتش، والله في تاتش في راس اولونجا، في راس اولونجا في تاتش. هل كان في اوفسايد ولا لا؟ لا والله، لا والله، عبدو ديالو، عبدو ديالو بطريق الخطا في مرمى، بطريق الخطا. ادي على طول الضربه الركنيه عاليه فوق، برافو صلاح زكريا، برافو يا ولد، تصويبه وبقوه. الله 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 الله. نعم نعم، ويا لها من متعة. الله 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 الله، هذه التصويبة القوية الجميلة، ولكن على طول ضاعت، هربت، راحت. راحت فين؟ عبد الله معرفي، عبد الله معرفي ومارتن جونيور، عبد الله قائد النادي العربي يتقدم للعربي بالهدف الثاني، هدف التعادل، ويعيد أمل ورغبة وفرصة حصد النقاط الثلاثة. ولما لا؟ لسه بقول لكم يقدر العربي يتعادل وما يتعادلش ليه؟ سبحان الله، وجاء الرد سريعا، وجاني الرد، جاني ولقيتها بتستناني وقالت سكني، فاختفى عمر السومة، فاختفى النادي العربي هجوميا. وادي الانطلاق، قد حيل يقترب، قد حيل يقترب، قد حيل يقترب، قد حيل يقترب. نعم 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 نعم، اسماعيل محمد سومة ابو السباع، ابو السباع، وفي الوقت المناسب في المكان المناسب. مدرب كريسبو ان خلى المدافع الكوري يمسك المساكني مان تو مان، فتقدم الدحيل. ومين ده؟ ده البديل اللي نزل، اسماعيل محمد. لما خرج لعيب ونزل لعيب، اعرف ان المدرب عنده رؤيه، عنده توقع، عنده قدرات لعيب بيحطه عشان عايز منه ايه. اسماعيل محمد في الوقت المناسب وعلى طول بيكتفه، وادي الكره العاليه فوق. الله 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 الله. بيبي فيس احيانا بيكون ظهره كده، الحاجات دي بتهد شويه. ادي اللاعب ولا حاجه. اها، ده يا جماعه ده جاي في ضوافره، الدقه. عمر السومه، عمر السومه، عمر السومه، عمر السومه، عملها السومه العجيب، بيب بيب بيب، عملها. نتحدث عن الروح والاصرار، نتحدث عن عمر السومه الذي عادت اليه الروح بمجرد نزول المساكني. سيطر كريسبو على المساكني، فتقدم الدحيل بالثلاثه، ولكن الفار ولمسه اليد، بل لمسه الاظافر، تعيد العربي وجماهيره وفرحه جماهيره. نعم 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 نعم، الناجح يرفع ايده، الناجح يرفع. بالنسبه للفرقة الريانية، لمسة حاضرة لدى الشمال تسديده. الله الله الله، جول أول يأتي للشمال، هدف أول يأتي للشمال، وبكرة مخاطئة. نعم، لا تصد، لا ترد، قذيفة من ريكاردو جوميز، يصل إلى مرمى فهد يونس، هدف في غاية الروعة يأتي من ريكاردو جوميز. عزيز أقصى اليمين، الكرة والتمريرة، بعد ذلك جابرييل بيريرا، يبحثون عن التعجيل، الريان يقترب، وتسديده. الله 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 الله، جول! روجر البرازيلي يعيد الرهيب،
روجر البرازيلي يعيد الريان في ظرف دقائق. شوف الكرة، الله على الكرة، تغيرت، تحولت، تبدلت، وبعد ذلك استقرت في الشباك، استقرت يا فهدوات في المرمى، تغير اتجاهها، ولذلك صعبة على أبو بكر سك. ليسعد جمهور الريان، ليسعد عشاق الريان بكرة العودة. واحد وآمن قضاها بجانب تحيل، هنا التقدم، الكرة والتمريرة، وبعد ذلك النقلة لا تزال، وتسديدة، الله، رهيب، مهيب، عجيب، الريان، خالد علي، يا فنان، يا فنان، الثاني للريان. شوف الكرة، شوف الانطلاقة الأولى، اصطدت عادت هوبا، خالد علي فنان يأتي بالثاني للريان، الثاني للرهيب. يبحثون ولكن الريان يبحث عن ثالث، وكرة ربما الآن لدى راجر، مرر لدى الراوي، الراوي وين؟ وكرة، الله الله الله، الثالث للريان، الرهيب يأتي بالثالث، الرهيب على الصدارة، المهيب يبحث عن قمة جدول الترتيب، أحمد الراوي يأتي بالثالث، لتسعد جماهير الريان، يزين الريان ويزين جمهوره. شوف المرتدة وشوف الخطأ، وبعد ذلك الراوي روجير، واحدة اثنين، وين الراوي وين؟ باليسرى، وضع الكرة في الشباك، ثلاثة الريان، ثلاثة المهيب، ثلاثة، عجيب عجيب، رهيب والله، رهيب والله، اشتقنا. الراوي شيئا فشيء، الكرة من خالد لبريرا، ولمسة وكرة للريان الآن، فاصل المهاري، وبعد ذلك تتعلى، يا عيني، لا فيها راية، فيها جول، جول، فيها جول، فيها جول، أربعة، أربعة، في الوقت الذي ظن الكل بوجود تسلل، اعتقد الكل بوجود تسلل، روجير سجل، فيها شيء ولا ما فيها؟ فيها ولا ما فيها؟ الكرة ربما كانت تسلل على الراوي، الكل ظن بأنها تسلل، المعلق، الدفاع، الحارس، إلا روجير استلم وضع كرة، أربعة 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 أربعة، أوهو، على ذكرى أكبر النتائج، أربعة للريان، ركلة ركنية أمارو، كرة تلعب عالية ورأسية، ماتياس ناني يقلص الفارق، ماتياس ناني يأتي بالثاني، يرتخي المدافع، يأتي للمدافع ويصل إلى مرمى الريان، ماتياس يقلص الفارق الآن للشمال، لتصبح 4-2، تصبح 4-2، ارتقى، اعتلى، وبالكتف وضع كرة في شباكي، استلام، محاولة، نظرة ولمسة، دياب هارون يعطي كرة، الله،
ريكاردو وهدف تقليص الفارق 3 الشمال خبر ياتي الآن في استاد البيت. صارت 4-3 نعم ليلة أخرى مثيرة في الدوري. ليس بعد لم يرمي المنديل ليس